حديقة ديال السوريين. صباح هذا اليوم يعني 12 ونصف. المسجد ديال السوريين هو هذا اللي امامنا، ضربة فيه الشمس وهاد المنطقة تسمت بالسوريين نسبة الى هذا المسجد، هذا لان الهندسة المعمارية ديالو انتم كتشوفوها يعني مخالفة عن المساجد ديالنا، وكانت دخلت عليه بعض التعديلات. هذه اللي في الاسفل، هذه الواجهة راه ماشي هي الواجهة الاصلية ديالو. دونك الى قلبتوا في الانترنت ودرتوا جامع السوريين او مسجد السوريين بمدينة طنجة، شي تصويرة قديمة غيبان لكم فيها الاصل. دونك تعطالوا على الاقل من هذه الواجهة، هذه طابع الهندسة، الواجهة شوية مغربية، تبان لكم مغربية، ولكن بالنسبة للصومعة نو، صومعة باينة ماشي هي. حداها بالجوار منها مجموعة من الطاكسيات، سانسير ما معرفتش فين كديو، هادو بجوج يعني من هنا ومن هنا، اليمين واليسار. هاد الخرجة لهنايا هاد الصباح تعمدت أنني من في كل صباح كنمشي لواحد المقهى كنجلس فيها كنشرب قهوة تما، كنتلاقى مع الأصدقاء ديالي. وحتى فير 15 ولا شي حاجة عاد كنرجع بحال للدار. اليوم قررت أنني نمشي في واحد المهمة، مهمة بسيطة يعني، هي أنني نوصل واحد الوثيقة لا سينيسيس، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وملي مشيت لتما كنت غادي نجبد الكاميرا نصور، ولكن تما الناس تعرف كل شيء يدعو للقرص، كل شيء طالع له الدم، كل شيء وتجنبت ان ذاك الغضب ديال اللي عندهم على الاداره ديال ذاك المكتب ديال ذاك ديك البنايه، ما عرفتش لان يمكن البنايه كلها ديال الضمان الاجتماعي. وواحد الكورونا تما كما قلت لذاك السيكوريتي، قلت له والله يا ودي كنتو دايرين واحد الصندوق هنا، الانسان اللي عنده غير وثيقه غيسلمها المكتب حالاش مثلا شهادة الحياة معروفة في الناس المتقاعدين، يعني ملي كيوصل لواحد السن معين خاصك جو سي با انا شاك سي موا ولا شي حاجة تجيب شهادة الحياة بانك باقي حي. الا ما جيتي شي صافي كيعرفوك توفيتي وكيحبسوا عليك هذا المعاش ديالك. بون مشيت لقيت ديك الجوقه تما، هضرت مع داك السيد لان ما كاينش بعدا غير باش هضر معاه، سمح لي الله يخليك سمح لي الله يخليك، وداير لكم ما ما كيسمعكش بنادم. اللي وصلت للسيكوت لا الله يا ودي ديك الصندوقه اللي كانت، قال لي لا الصندوقه واش كانت من قبل، قلت له كانت انا نزلت فيها وثائق، قال لي لا وقبل من الجائحة، وقت له دابا الجائحة بقى يعني الظرف استثنائي، حط الصندوق هنا اللي عنده وثيقة ومأكد من الوثائق اللي غيدفعهم ولاين حطها في الصندوق، ومن بعد كيتريا داك الشيء، هادو كيمشيو للمكتب 14 هادو 12 هادو. لوبجيكتيف اللي هو خدمة المواطن علاش كتزولوه علاش؟ ودابا هادوك الناس تما كاين منهم اللي ثلاثة السوايع هو واقف وفي الاخر ما يقضي والو، ملي غادي يمشي غادي يقول له نسيتي الورقه الفلانيه او سي صافي مالو كور. من بعد ملي انسيستيت قلت له جيبوا لنا الصندوق، حنا هنا انتم في خدمتنا عباد الله، انتم راكم بسببنا حنا باش خدامين، يعني الا توفينا حنا كاملين هذا الصندوق غير يشدوه. قال لي لا راه كاينه واحد الاداره اخرى فتحات جديده وراها خاويه فاين في الموضع الفلان فلاني، يعني حدا باش هي غادي نعطي لها انفورماسيون حتى للمواطنين، ولكن ما يتكبوش شي يعني حنا راه كتعرفوا الا سمع شي واحد شي حاجه جديده هر كل شيء غيمشي لتما. هاد الاداره انا فعلا مشيت على رجلي واحد المسافه ديال واحد 20 مينوت،
دونك انا سامارونج المشي في الحقيقه. جيت ملي مشيت لتما واحد النظام وواحد المعامله داكشي بال المهم ما عندي ما نقول لي غيشي والسيكوريتي دو دريف واحد لو جون سي كنقول شوف المشكل ما عندنا ماشي عندنا في الاداره عندنا في العنصر البشري الاداره لان اداره بنايه راه داك بنادم داك عندك مقصر الهضره داك اللي ما فيهش الريحه حتى مغربيه هذاك اللي كيكون تما لوبجيكتيف ديالو هو غير يسيق عباد الله هذاك هو اللي خصو نورمالمون هذاك المشكل فيه ماشي في الاداره مي بون ما شاء الله صافي ما شاء الله دونك قلت ما كنتش على اين وصل خدا مني قلت له واش ما عندكمش الصندوقه قال لي شنو باغي قلت له كذا كذا جبت قال لي راه الوثائق مشى دفعهم ما تكلفتش على العناء انا كاع ندخل مشى ديريكتومون حضيته لان الزاج كيبين وهذا مشى ديريكتومون حطهم الموظف في المكتب ديالو لان ما كيتعطى لك لا روسو لا حتى حاجه يعني كوم كو راك دفعتي هذه الوثيقه ولا انا كنقول هاد لا سي ان اس اس علاش ما ديرش بحال اللي دايره الصندوق الاخر اش كنظن لا كنوبس ولا شنو مسمي الصندوق ديال التقاعد ان لا عندك حساب بنكي انك شهريا كتجي انت بالبطاقه الوطنيه ديالك لا بنك تكلف بهذه العمليه اذا علاش حنا لا بنك تيقو فيها كتجير الملاير وما نتيقوش فيها تقولنا واحد المواطن راه جا وهالبطاقه ديالو لا ما كاين في بلاد الناس راه داك المتقاعد راه كيمشيو عنده حتى للدار كيديبلاصا وعندو للدار قيل لي هادشي كاين هنايا ولكن خصك دير طلب وخص بون انا غير تهضر لي دير طلب ودفعوا لهذا وصير عند الشيخ والمقدم وكذا صافي اش كيقولوا كنكحل بالعمى دونك دابا انا تقريبا غادي في اتجاه طنجي اش غادي نقولوا اش غنسميوه لو سونتر فينونسيي فين كاين لي زوتيل فين كاين محطه القطار البراق انا غادي في داك الاتجاه نتمنى من عند الله ان انا كنعرف الاداره المغربيه فيها ولاد الناس وفيها شي عناصر خلاص هذوك انا قلت لك حتى مغربيات ما كدرلهمش في الدم ديالهم وكاينين الناس اللي اذان صاغيه ملي كتعطيه انت كمستمع انا كنعطيك الحل شنو هو ترخف على المواطن راك انت مواطن ملي كتمشي لشي اداره وكتلقى الصف في الباب والصف طويل وداك الشيء هذا لانسيتاسيون للرشوه كنعرف داك السيكوريتي كنمشي كنعطيه الوريقه كنعطيه معاها البركه ماشي كنقول لكم ديروا هذا الشيء باش انا كنقول لكم ما هو متعارف عليه وهذا هو سبب تاخر المغرب هو هذا عنصر من العناصر انا لست محلل باش نحل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ديال المغرب وانما كنقول بعض الاشياء البسيطه واللي بارمي هاد الاشياء البسيطه هنايا كتشوف المواطنين فين كيمشيو وشوف ليموبل شوف الفوق فين خارج ما عرفتش هاد الناس هادو ما صاحبي تحزوا شويه ضحيوا بواحد جوج مترو تبرعوا بها على المغرب دابا المواطن باش يتنقل هنايا خصو دائما خارج ولا وقعت لك شي حادثه هنا الله ما يعقل عليك شي واحد وين هادو كلشي دي زابارتمون كما هو مكتوب هنايا هوت ستاندينغ وهاد لا زون هادي كلها دي زيموبل هيا برو دابيتاسيون هي هادي الوغ لا تور دو بابل
مدرسة حرة، وما دام انني وصلت قلت لجهة السوريين، قلت ما فيها باس نسدي واحد الخدمة لواحد لافامي صديقة العائلة، حملوني المسؤولية ديال انني مرة مرة نطلهم على المنزل ديالهم، وفين ما كتجي الوجبة كنكون غادي في ذاك الاتجاه، كندي معايا الفتاح كنطلل. الحمد لله جوسكا بريزا الامور، انا كنقول الامن كاين في المغرب صراحة، كاين كاين بعض المناطق اللي في لي زاني 90 ما كانش شي واحد يقدر يدوز منه، لي زاغريسيون بالعلالي. دابا نادرا ما كتسمع شي حاجه، وحتى الكورونا لعبت واحد الدور، الاجهزه الامنيه كتحس بالامن دابا ساعه كيدور كيتحرك، وحتى دوك لي زاغريسور وهذا الهامش ديال التحرك ديالهم ضيق بزاف، دونك في الليل مع الحظر ديال التجول سي اكابو حتى المواطن انه ما كيخرجش خارج هاد الساعات، وملي يلاه كيكون الامن كيدور دونك عنده فرصه فين يعني عنده فرصه فين يحصل على هاد العناصر هادي. بون امامنا هنايا راه هما دوك لي زيمابل، انا ما غنوصلش لتما دونك غنحبس التصوير هنايا. بون ما غيمكنش نوريكم الدار ديال لا فامي سي نورمال، ولكن في شي جهه من هاد لي زيمابل هادو اللي امامنا راه ما كيبان لكم، راه المهم راه كاين العماره اللي فيها 500 سكن دونك خاص كيفاش تسلم عليهم حتى العام جي. الو جو بليزونت. يلا ميزامي تحياتي و على بروشين ان شاء الله. تشاو.